أعزائي المشاهدين، مساء الخير، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. النهاردة معانا مطلب من محافظة الإسكندرية لبعض السائقين في موقف إسكندرية أكتوبر. معانا ومعاكم النهاردة ضيوفنا الكرام أستاذ إبراهيم غريب وأستاذ شريف حسين، بنرحب بحضراتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف إيه المطلب اللي أنتوا عايزينه. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة إحنا بنرجع من إسكندرية مفيش ركاب، الركاب كلها تركب من إسكندرية تنزل أسفل المحور وتطلع أكتوبر. إحنا بنطالب بموقف أكتوبر في إسكندرية في محرم بيه، لأن مش لاقيين طبعًا أي حد من المسؤولين. طبعًا إحنا قدمنا طلبات الشركة الوطنية وقدمنا طلبات للمحافظات، تمام، على أساس إن هم يوفروا لنا مكان نقف فيه في موقف محرم بيه، نجيب الراكب اللي هو بتاع اكتوبر اللي احنا بناخده من هنا اساس. تمام. ننزله. احنا عندنا موقف في الحصري شغال من اسكندريه، من الحصري اللي هو 6 اكتوبر يعني اسكندريه، ما فيش بديل سعادتك يرجع الايه الناس لاكتوبر تاني. كل اللي هو بينزل يا اما ينزل الهرم ويغير اكتوبر، يا اما ينزل رمسيس ويغير اكتوبر. هو دوت سعادتك اللي احنا طالبينه. استاذ شريف، دلوقتي عايزين الموقف، انت عندك كم معهد هنا؟ انا عندي حاليا دلوقتي، هي اكتوبر اصلا كانت محافظه، يعني اكتوبر متوسعه، مدينه كبيره، هي مدينه حضرتك كبيره، بتضم ركاب لا يقل عن 2000 راكب يوميا. 2000 راكب يوميا بيسافروا من اسكندريه اكتوبر ويرجعوا تاني من اكتوبر اسكندريه. تمام. اكتر من 2000 راكب، وشغال عليهم مثلا اكتر من بتاع حوالي عن 100 عربيه. بس احنا ملناش دلوقتي اي مجال ان احنا نرجع الناس دي كلها. الناس ديت بترجع طلبه، مدرسين، عمال، المصانع كلها. طبعا اكتر من حوالي عن 4 جامعات في اكتوبر او 6 جامعات في اكتوبر، برضو المعاهد في اكتوبر، 4 معاهد في اكتوبر، تمام، مع كمية المصانع المهولة اللي في اكتوبر ديت كلها. دي كله ناس جاية من اسكندرية وجاية من البحيرة وكلام من دوت، واللي بيجي من البحيرة برضه بيركب لاسكندرية ويركب من اسكندرية اكتوبر. طب هو متوسط دلوقتي الناس اللي بتيجي والطلبة اللي بتيجي ممكن بتكون قد ايه مثلا في اليوم؟ احنا حوالي من 2000 ل 2500 راكب يوميا. يوميا؟ يوميا. بس طبعا كلهم ما بيركبوش من هنا. طب هو حضرتك دلوقتي، الأول كان في موجود كم ميكروباص بيطلع بيهم؟ هو حاليا دلوقتي موجود في الحصري 29 عربية، وموجود أسفل المحور حوالي عن 85 عربية. الناس دي كل يوم بيروحوا اسكندرية مرتين بس، الناس ياخدوا الناس من اكتوبر يودوها اسكندرية بس، مفيش عودة. مفيش اكتوبر على حضرتك عودة. احنا اكتوبر من اسكندرية مفيش اكتوبر. فاحنا بنركب معانا من هنا، من هو في اكتوبر من هنا، يعني ده من اسكندريه فيه بينزل تحت المحور ويطلع من فوق يكمل. واحنا مصورين لحضرتك كله، وفي ناس كبيره وفي بنات مثلا بالليل بتبقى جايه عشان مثلا كلياتها، فبيبقى خايفين وهم طالعين سلم المحور، وهم بيركبوا معانا من هنا بيبقوا يسالونا انتوا راجعين اكتوبر او هنركب اكتوبر منين؟ نقول لهم لا مفيش اكتوبر، مفيش اكتوبر اسكندريه، يا تركبوا رمسيس يا تركبوا المرج وتنزلي سلم المحور. يعني كده ده كده بتبقى مسافه تانية جدا، يعني مسافه بعيده. مش على المسافه، هم كمان بيتعبوا. يعني لو واحده مثلا معاها عيال وطالعه السلم لو انت شفتيه تخافي منه، سلم حضرتك عالي أكيد. جدا، واخد بال حضرتك، فبتطلع فوق على بال ما تشاور في وقت متاخر كده، فبتتاخر عن كليتها. واحد موظف، واحد هيخلص ورق موجود، وفي ناس بتتعرض لسرقه كتير وخطف، وفي حاجات بتنسى حاجات. لكن انت لما عربيه تاخدك من مكان لمكان زي السلام مثلا، انت يعني هو دلوقتي حضرتك عايز، يا استاذ ابراهيم، عايز ان هو يبقى موجود موقف ثابت، ان هو موقف ثابت من اكتوبر بكي في محرم بيه، ان انا احمل منك محرم بيه اكتوبر، اكتوبر مباشر، مباشر زي ما باخد من اكتوبر اودي اسكندريه. دي حاجه اللي انا بعاني منها. واحنا طبعا يعني الشركه الوطنيه عملت معانا، والسيد الرئيس عمل شغل جامد في المواقف بالنسبه للموقف زي موقف السلام. دي حقيقه شغال. الموقف السلام شغال من اسكندريه، من السلام اسكندريه، ومن اسكندريه السلام، يعني راكب بيركب هنا وينزل في موقفه، ويركب من موقفه وينزل في موقفه. مفيش بهدله، مفيش راكب بيتبهدل معانا الا راكب اكتوبر. راكب اكتوبر لانه بينزل طبعا، بينزل المحور وبعد كده بينزل ياخد اكتوبر. ينزل المحور اسفل المحور ويطلع تاني فوق المحور فوق. تمام. عشان يعرف يركب عربيه، وما بلاقيش عربيه، يعني هو الناس متبهدله، ما بتلاقيش عربيه. وفي الحاله ديت بقى اي طلبه يا بتخطف منها تليفون يا شغل تثبيت، المهم ان في حاجه، في مشكله بتحصل على السلم، لان السلم طويل، السلم عالي، في مشكله بتحصل للراكب.
يعني حضرتك لو نشوف الفيديو هنشوف ان الناس طالعه مسافه كبيره جدا. تمام. كبار السن ما بيقدرش يطلعوا، اللي معاه مثلا اي شنط اي حاجه ما بيقدرش برضه يطلع فوق. المسافه المسافه عاليه جدا، عاليه جدا فوق. يعني لو واحده كبيره ست كبيره ما بتقدرش، يعني لو كبير عجوز بتاع ما بيقدرش يطلع. التاكسي طبعا بياخد قد كده، قد اجرتها وهي جايه من اسكندريه. طب حضرتك دلوقتي بالنسبه للطريق بيبقى فيه عائق ولا الطريق بيبقى مفتوح؟ لا الطريق جميل، وهم بصراحه الطرق كلها حلوه، الطرق كلها حلوه ما شاء الله. يعني الطرق الجديده ديت كلها يعني انا بس يعني كمان بنعاني من حاجه، مشكله ثانيه هنا بالنسبه للموقف اكتوبر. ان احنا الموقف يبعد عن مسجد الحصري حوالي 800 متر. تمام. حوالي 800 متر. ففي عربيات عشوائيه واقفه تحت بتحمل، فبيجي راكب اسكندريه يسال في عربيات اسكندريه هنا، يقولوا له لا اركب المرج او رمسيس، ياخده يوديه المرج او يوديه الرمسيس عشان يركب اسكندريه، رغم ان هو الموقف اسكندريه احنا واقفين فوق يبعد عنه 800 متر بالظبط. تمام. يعني فعايزين حد بس، احنا بنسعى للمحافظه وبندفع للشركه الوطنيه، يعني احنا بندفع كل 3 شهور للمحافظه 700 جنيه وبندفع للشركه الوطنيه الكارته اللي احنا بنطلع بيها من الموقف. فعايزين حد من السيرفيس مشكورا يقف معانا للعربيات اللي هي العشوائيه اللي موجوده تحت في ميدان الحصري، تبعت الركاب، لان الركاب بيجي الراكب يقول لك لا ده في اسكندريه هنا اهو، امال اللي انا بسال السواق تحت يقول له لا ده في المرج او في رمسيس، وياخده يوديه المرج او رمسيس، مع العلم ان هو لو ركب معايا على ما يوصل المرج يكون احنا وصلنا اسكندريه ساعتين، يكون وصلنا اسكندريه. والنقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها معلش يا أستاذة، اللي هو رجوع الراكب من اسكندرية من موقف محرم بيه اللي هو الموقف اللي تحت رعاية الشركة الوطنية. تمام. تمام. دي بيحمي الراكب من المواقف العشوائية زي سيدي جابر، زي المحطة، زي ميامي. تمام. دي كلها مواقف عشوائية بيضطر الراكب يركب منها علشان ما فيش مكان يركب منه اكتوبر على طول. طب هو دلوقتي في شفتات ليكم ولا لا؟ لا موجود يا فندم، موجود 24 ساعه الشغل. موجود في الموقف 24 ساعه احنا شغالين. بس بالنسبه لاكتوبر هنا بالنسبه لاسكندريه 24 ساعه 24 ساعه بالنسبه لاكتوبر هنا احنا هنا 24 ساعه شغالين. في اي وقت راكب يجي اسكندريه بيركب معانا وبنوصله. بس الناس بتعاني من الرجوع. بتعاني من الرجوع من الرجوع من اسكندريه لاكتوبر، ان هي يا اما تدخل موقف السلام او تروح موقف السلام او المرج او هرم او رمسيس او هرم أو وتبتدي تركب من الهرم اكتوبر او تركب من رمسيس اكتوبر. لا انا اللي انا ان شاء الله يتعمل دوت بوفر على الراكب اول حاجه الطريق، الوقت بتاع الطريق، لان احنا بدخل من نص الصحراوي على اكتوبر على طول كيلو 40 اخش. تمام. بوفر عليه الاجره لان هو بيضطر ينزل تاني يركب باجره تانيه، بوفر عليه الوقت. تمام. تمام. دي كله بوفره على الراكب، وبالتالي انا بحمل من اسكندريه الهرم. طب ليه؟ طب ما انا خط سير اكتوبر. طب ما انا احمل من اسكندريه اكتوبر، من اسكندريه اكتوبر انا توقع. فانا دي خط سيري اصلا، يعني مكتوب لي في خط السير من اسكندريه اكتوبر. تمام. فبالتالي بضطر انا احمل من اسكندريه الهرم. طب هيك انتوا طلع لكم تصريح ان انتوا تحملوا من اسكندريه اكتوبر ولا لسه؟ لا لسه يا فندم، احنا لسه عاملين جواب للشركه الوطنيه بالظبط انها تقف جنبنا بحيث انها تدينا باكيه في موقف محرم بيه في اسكندريه. تمام. ان احنا نرجع الراكب اللي احنا بنوديه من هنا اساسا، اللي احنا بناخده من هنا نوديه من اكتوبر اسكندريه يرجع معانا، لان بيسالنا معظم الراكب بعد ما بينزل احنا عايزين نركب اكتوبر، نرجع اكتوبر تاني، نقول له ما فيش والله ما بنحمل. امال انتوا بتحملوا ازاي؟ والله احنا بنروح رمسيس وبنيجي من رمسيس على اكتوبر عشان ناخدكم من هنا نوديكم اسكندريه. ونقدر نقول ان كل الاماكن لها عوده ما عدا اكتوبر. يعني السلام اكتوبر. يعني السلام لها عوده، المرج لها عوده، رمز السلام لها عوده. ايوه. المشعل اللي هي الهرم لها عوده، ياخد الراكب من هنا يوديه اسكندريه ويجيبه من اسكندريه الهرم. ويجيبه من اسكندريه. الا اكتوبر اللي هي ما لهاش عوده من اسكندريه. يعني احنا دلوقتي مطلبنا الاساسي ان هو يبقى فيه موقف مباشر او باكيه في قلب الموقف، في الموقف مباشر اسكندريه اكتوبر. بالظبط يا فندم. وده طبعا هيوفر كتير بالنسبه للوقت على الناس. واه طبعا الوقت، وهيوفر طبعا الفلوس، الاجره. بالظبط. والجهد ان انا اطلع السلم شايل كذا حاجه وطالع بها السلم، لا انا هاخد الراكب من قلب اسكندريه. تمام. من موقف محرم بيه اللي هو تقريبا في وسط اسكندريه. تمام. اجيبه لغايه ميدان الحصر اللي هو في وسط اكتوبر. طب انتوا دلوقتي كم ميكروباص؟ احنا 30 عربيه موجودين هنا في الحصن. 30 عربيه. 30 عربيه. احنا مقضيين الراكب اللي من هنا مقضيينه، يعني الراكب اللي من هو من اكتوبر بنوديه هناك احنا مقضيينه. بنعرف نشتغل معاه ومقضيينه. المشكله ان هو الراكب نفسه بيسالنا طب ارجع ازاي؟
بنقول له والله ما فيش، احنا مناش حموله من اسكندريه. ما فيش ما فيش عندك غير ان انت تروح بقى الموقف يا تركب بقى يا تركب رمسيس يا تركب هرم يا تركب المرجا والسلام وتضطر تنزل بقى. احنا معانا اتصال استاذنكم، استاذ محمد صبري من اسكندريه. استاذ محمد بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا استاذه. اتفضل يا استاذ محمد سامعين. محمد صبري من اسكندريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل سامعينك. الو سامعاني حضرتك كده؟ اتفضل. كنت بطالب بس يا استاذه، انا معايا بنتي تمام في جامعه 6 اكتوبر تمام، واحنا من اسكندريه، فطبعا لما بتيجي تركب من اسكندريه بتضطر ان هي تنزل سلم الصح اللي هو على الصحراوي ده، وبتغير عربيه تانية لاكتوبر تمام، وهي نازله من اكتوبر بتركب عربيات من اكتوبر على طول، فليه ما يكونش مثلا في زي ما هي بتركب من اكتوبر ان هي ترجع برضو من اسكندريه على اكتوبر على طول؟ فاحنا دي معاناه بنعانيها برضو، لان دي بنت وبتطلع سلم وبتطلع تركب عربيه تانية وساعات بتسافر في وقت متاخر. نفس الكلام اللي حضرتك بقول لك. ايوه الو ايوه مع حضرتك اتفضل كمل. تمام. فطبعا بتضطر ان هي تركب عربيه رمسيس مثلا او اي عربيه داخله تعدي كارتة القاهره، وبتضطر ان هي تركب عربيه تانية. تمام. ده يعني ده مش هي بس، ده في زمايلها ياما، يعني هي في زمايلها ياما بنات في 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 جامعات اكتوبر. طب هي حضرتك دلوقتي يعني هي دلوقتي بتنزل المحور وبعد كده تاخد اكتوبر، هي دلوقتي ماشيه كده هي وزمايلها؟ ايوه هم بيركبوا كده دلوقتي، لان ما فيش من اسكندريه من عندنا ان هي تركب اكتوبر على طول. فبيضطروا ان هم يركبوا اي حاجه تكون داخله كارتة مصر، وبعد ما بتعدي كارتة مصر بتنزل تحت السلم ده، وبتطلع السلم تغير عربية لاكتوبر. طب حضرتك ما فكرتش ان انت تعمل لها مواصلة لوحدها مثلا؟ مواصلة لوحدها يا استاذة دي ده سفر، مواصلة لوحدها ازاي طيب؟ طبعا يعني هتبقى عربية تكلفة كمان. تكلفة عالية، اخلي يعني معلش دي في كلية ومصاريف، اخلي عربية مخصوص تاخدها من اسكندرية عشان توديها اكتوبر على طول؟ لا طبعا. طب ما هي كده كده بتنزل من اكتوبر على اسكندرية، موجود موقف معززة مكرمة من جنب الجامعة بتاعتها، موجود. فليه ما ترجعش برضه لكليتها من قلب الموقف لاكتوبر على طول؟ بالظبط دي حضرتك اللي احنا بنتكلم فيه. دي معلش يعني ما دي بنت يعتبر، في ناس كبيره برضو بتبقى مسافره نفس الوضع، يعني معذرني مش كل اللي بيروح اكتوبر طلبه بس. احنا طبعا مع حضرتك وبنضم صوتنا لصوتكم ان احنا عايزين موقف عشان الراكب كمان يرتاح. الله يبارك لكم، يعني تبقى محاوله برضو هتساعدوا بيها الطلبه اللي في الكليات اللي هي متغربه ياما دي تمام، وبرضو للناس كبيره اللي هي ما بتقدرش تطلع سلم زي ده، لان قبل كده في ناس وقعت، سمعنا ان في ناس وقعت من على السلم ده، واحنا بنطالبوا برضو حضراتكم معانا ان نوفروا لهم ان هم يروحوا اكتوبر على طول. يعني هي مش مشكله عويصه، يعني هي بسيطه خالص، العربيات اللي بتحملهم من اكتوبر تمام ترجعهم اكتوبر تاني. بالظبط تمام. احنا بنشكر حضرتك، بنطالب المسؤولين بكده بس. ماشي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا استاذ. شكرا. شكرا. طبعا احنا شفنا دلوقتي وسمعنا يعني برضو المشكله بيعاني فعلا منها ناس، وبيعاني منها عدد كبير. ناس كتير يا فندم بتعاني من المشكله ديت، واحنا بنتكلم فيها من 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 فتره طويله. يعني احنا طالبنا الوطنيه، الناس برضو مشكوره، طلعوا لنا جواب. طلعوا جواب وقال لك محافظ اسكندريه. طب هو محافظ اسكندريه سعادتك، احنا مش عارفين نوصل له. الراجل مشكورا، ما فيش اي مشكله خالص، برضو عامل جهود وكل حاجه في الموقف وتمام تمام، بس احنا مش عارفين نوصل له صوتنا ان احنا عايزين مكان في الموقف الجميل دوت ان هو يروح اكتوبر. مش عارفين نقف يعني دي لازم مكان اي باكية صغيره في اي حاجه، حتى لو تاخد عربيتين بعربيتين احنا موافقين اي حاجه. ايوه ايا كان بقى عدد العربيات، المهم ان هو يتوفر باكية ويبقى فيه مواصلات، وهناخد الراكب اكتوبر اللي احنا بنوديه من هنا بس معلش النادي اكتر من راكب اكتوبر. راكب اكتوبر اللي احنا بنوديه نرجعه تاني، هيبقوا عارفين ان انا هتيجي تركب من هنا، انا هركب ارجع ازاي، هتركب تخش الموقف تلاقي عربيات اكتوبر تركب معانا اكتوبر، بدل ما الناس متعذبه ومفيش خط شغال يعني. واكتوبر بسم الله ما شاء
شاء الله. زي ما هو في السلام وزي ما هو في المرج. ايوه طبعا اكيد يعني كبيره جدا كانت حضرتك محافظه وناس كتير بتتردد على اكتوبر. طبعا اكتوبر كبيره مش صغيره. وبعدين اكتوبر برضو منطقه صناعيه تمام وفيها يعني فيها عمال اكيد وجامعات ومنطقه عمرانيه وكل حاجه بتعمل في اكتوبر. فاصبح دلوقتي العبء كبير قوي على الناس مش عارفه ترجع. بس اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شفتوا معانا مشكله النهارده مشكله مهمه جدا. مشكله بيعاني منها مش فرد او اتنين او عشرة او بيعاني منها يعني عدد معين. بالعكس ده بيعاني منها ناس كتيره جدا وتعتبر بصفه يوميه. وبيعاني منها طلبه وبيعاني منها عمال وناس كبيره. فاحنا بنضم صوتنا لصوتهم ان هم يتوفر باكيه. يعني كل طلبنا او طلبهم ان هو يتوفر لهم باكيه عشان نخفف العبء على الراكب. عشان ان هو دلوقتي لما يجي الراكب يعني يجي المحور ويطلع من المحور يركب اكتوبر وبعد كده عشان يروح بتبقى معاناه. دي بجد معاناه جامده ان هو يرجع تاني يروح موقف رمسيس او الهرم او. فطبعا دي طبعا بتبقى عبء كبير وبتبقى تكلفة. بالذات كمان احنا عندنا في بنات وفي جامعات. الطلبة في الجامعات لما بنت مثلا تخلص كليتها متأخر وتيجي تروح فدي معاناة. هتضطر ان هي تروح موقف جوه القاهرة وبعد كده عشان ترجع تاني تروح اسكندرية. فده كله وقت. فاحنا بنطالب السادة المسؤولين ان هم يوفروا لينا باكية مش اكتر من كده عشان نقدر ان احنا نحل المشكله دي. طيب يا فندم وبرضو يا ريت والله بعد اذن حضرتك برضو نشوف السلم اللي الناس بتطلع عليه اللي بتستخدمه عشان تطلع تركب اكتوبر. الناس تشوف حضرتك انا مصورين فيديو وانا بعته لحضرتك. يعني اللي هو اللي الناس شايفاه والناس طالعه والناس نازله وفي ايوه طبعا ايوه احنا ملمين طبعا بالموضوع. يا ريت يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا قبل الحلقه انا بنفسي رحت عشان نتاكد من صحه كلامكم. تمام. انا فريق الاعداد كنا هناك متواجدين فعلا الصبح وشفنا المعاناه اللي بيعاني منها الراكب. السلم طبعا مرتفع جدا تمام. اول حاجه السلم مرتفع. تاني حاجه فعلا في معاناه ان هي الراكب يلاقي مواصله عشان يدخل اكتوبر من جوه تمام. فدي برده صعبه. فاحنا طبعا بنضم صوتنا لصوتكم اعزائي المشاهدين. احنا في نهايه حلقتنا بنضم صوتنا لصوتهم وبنطالب من الساده المسؤولين بعمل موقف او تخصيص باكيه في موقف اسكندريه مباشر لاكتوبر عشان نخفف العبء على المواطن. لان بجد لما يكون دلوقتي بينزل الراكب يجي من اسكندريه وبينزل تحت المحور ويطلع السلم العملاق اللي احنا شفناه ده وبعد كده يركب مواصلة تانية عشان يدخل اكتوبر ده اكيد يعني حاجة صعبة قوي. وكمان وهو مروح بيعاني اكتر من وهو جاي. بيعاني ان هو لازم يدخل موقف رمسيس او الهرم او المرج عشان يرجع اسكندرية. تمام. فاحنا دلوقتي بنطالب بعمل باكية لتخفيف العبء على المواطن. احنا هنطلع للتقرير عشان حضراتكم تحكموا. الى اللقاء في حلقة جديدة.